اليوم تاريخ 4/7/2022. في دبي مول صوب النافورة صوب برج خليفة. You made your own TikTok without using TikTok. She's like, I don't use TikTok. I have become the TikTok. By the way, there's like a Bangladeshi. I think it's kind of a part of the situation. It's about looking for a I think I heard. I saw the advertisement. هذا اتوقع هذا ادرس اللي يحترق قبل هذا العمار. اوكي هذا معاذ وعزيز مرحبا بندر. احنا بس تشتغل النوافير نستمتع بالمنظر وبعدين نمشي. هذا انا سامع يا رطوبه ما وين بعيد ترى الحين نروح كلنا معاذ قالوا طريقنا واحد هذا الفرق